الملف الجديد اسمه شركة سمنود. شركة سمنود ما هياش أول مرة تظهر على هذه الشاشة أو على شاشات أخرى كواحدة من الشركات اللي فيها مشاكل. على مدار 10 سنين الشركة طول الوقت بيحصل فيها إضرابات، وده إذا يوريك حاجة يعني فيوريك نجاح كبير جدا جدا في الإدارة، ونجاح أكبر في إدارة الدولة اللي مخلية ومستمرة ومحافظة على إدارات هذه الشركة المتتالية، بتعمل نفس الأخطاء وبينتج عنها نفس المشاكل. شركة سمنود للنسيج هي واحدة من الشركات الخسرانة اللي وصلت لمرحلة أنها عرضت للبيع سنة 2020 من 4 سنين بالضبط، أو جزء منها، وما بعتش برضو. ما تعرفش بقى هل ما قيمتش تقييم كويس ولا كان في مشكلة في عملية بيعها، لكن الخبر اللي انا جاي اقوله لك نقلا عن موقع درب باختصار شديد انه في عدد من العمال والعاملات شاركوا في اضراب وقتي، محدود وقته يعني، مش اضراب مستمر ومفتوح، علشان بيطالبوا بزيادة الاسعار. نفس المشكلة بالظبط اللي بتواجه المصريين اللي عايشين في المشروعات اللي الدولة عملتها تحت عنوان محاربة العشوائيات. مفيش فلوس في البلد، والناس مش لاقيه تاكل، والناس بتبذل مجهود وبتروح تشتغل وبتاخد مقابل ما بدهاش قدره انها تدفع ايجار او انها تاكل عيال. مشهد متكرر في القاهره في العشوائيات وفي سمنود وسط العمال. العمال اللي عملوا اضراب اتقبض على 4 سيدات منهم، 4 سيدات و6 رجال. 10 عمال وعاملات ألقى القبض عليهم تحت عنوان إن هم بيعملوا إضراب وبيحاولوا يثيروا الشغب في إدارة هذه البلد. طبعا لو أنت قعدت مع 10 عمال السيدات منهم والرجال أو الأنسات والرجال، هتكتشف إن هو يقولك إحنا لما يتقبض علينا أحسن كتير ما نروح نواجه الأسرة، اسمك بتشتغل بتروح من صباحية ربنا ترجع آخر النهار، وفي النهاية بتحصل مبلغ ضئيل جدا ما بيكفيش فول وطعمية، فتبقى الحكاية أسهل لما تتحبس والحكومة بصراحة يعني تصرف عليك وتديك أكل وشرب، وبالتالي لما تبقى محبوس مسؤولية العيال مش تبقى بقى مباشرة فوق دماغك، هتقول لهم أنا محبوس أعمل إيه يعني؟ هصرف إزاي؟ هجيب إزاي؟ لكن الحكومة دي تذهب إلى الحلول الجذرية وتبحث عن ازاي العمال دول يتعامل لهم اعادة تأهيل وتدريب وتطوير وممكن يروحوا مصانع تانية علشان يحسنوا دخلهم، ما تفكرش الحكومة في هذه الافكار. الحكومة قرر انها تبيع المصنع ده بسعر تديه، بلاش تبيعه يا سيدي، تحافظ على المصنع وتدي ادارته بعماله لشركة استثمارية تخش معاه شريك بالارباح، بنسبه في الارباح، وشوف المصنع ده هيبقى عامل ازاي. محدش بيفكر كده. موظفين الحكومه سواء كانوا جايين من القطاع العسكري ولا من القطاع المدني متعودين على طريقه واضحه وسهله وبسيطه، احنا على الورق يبقى كله تمام، في الواقع العمال بقى تطلع تتظاهر تعمل اضراب، تاخد فلوسها ما تاخدش فلوسها، تكفيها ما تكفيهاش، دي قصه ما تخصناش. طول ما في الورق كله تمام يبقى احنا عملنا اللي علينا كموظفين في الحكومة. وهذا النظام اللي بيحاول يعمل هندسة اجتماعية في الاول بيحاول يعمل هندسة اقتصادية، وبيحاول يعيد تكرار تجربة فاشلة فشل ذريع منذ الستينات برضو بتاعت عبد الناصر، ان هو يعمل ايه يا جماعة؟ يخلي موظفين حكومة هم اللي يديروا عجلة الاقتصاد. موظف الحكومة طول ما بيقبض مرتبة اول الشهر، معلش يعني، هيركز مع الأرباح ليه؟ ما المرتب مش مرتبط بالأرباح،